السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن رؤية الزغاريد، ودي شيء يعني بيشغل دايما أكتر كتير من النساء والفتيات، لأن حاجة بتشغلهم دايما، لأنهم عادة دايما موضوع الزغاريد دي في اليقظة أو في المنام دايما متداولة معاهم الأمر ده. فمما يشغل النساء الزغاريد، فاحنا هنتكلم عن الزغاريد النهارده. فزي ما احنا قلنا قبل كده ان اي حاجه لها اوجه كتيره من التاويل، ما ينفعش ان انا اخد وجه معين من التاويل واعممه على الناس كلها، طبعا ده خطا، ولكن كل واحد له ظروفه واحواله مختلفه عن التاني، فما ينفعش كل واحد ليه احواله مختلفه فله تاويل مختلف عن التاني. فرؤيه الزغاريد لها طبعا اوجه عديده، طبعا منها الالم، منها الفرح، منها الفتنة، منها التهنئة، منها الثناء الجميل، منها التهنئة، خلاص، منها الكلام الباطل، خلاص. طبعا دي أصول، فكل واحد له رؤية، رؤيته لها، أنا أقوله على أصل من الأصول دي، ولكن اللي يطابق رؤيته. احنا ما بنختارش كده وخلاص نقول له انت تاخد كده وتاخد كده على مزاجنا، لا، ولكن كما تبين الرؤية أو حوار الرؤية، خلاص، فاحنا بنأول الوضع كما يرى يعني. فبالنسبة هنقول برضو أمثلة بعض الرؤى يعني للتوضيح للناس، ولكن برضو احنا ما مش بنقول كل حاجة، لأن ده علم واسع، الناس برضو تنتبه للأمر ده، علم واسع. وبرضو بقول للناس ما حدش يقوم من النوم مفزوع وخايف، الحاجة دايما فيها الكويس الحسن يعني وفيها السيء، فالزغريب فيها السيء وفيها الحسن، فانا ما اخدش المحمل ده او ناخد المحمل ده عشان برضو اخد بالي. فاحنا نقول مثلا على سبيل المثال، لو واحده مثلا شافت ان هي بتزغر، خلاص، في فرح مثلا او حاجه زي كده، فاحنا بنقول عاميا الاصل العام يعني انه كلام باطل واشاعات تدور في هذا المكان. طيب اذا كانت اللي هي بالزغرت دي انسانه حسنه ويشهد لها بالصلاح، فبنقول دي إنسانة هتهنئ وتقول وتبارك للإيه، للإرسال أو الإيه المتزوجين أو في المناسبة اللي هي فيه، يعني تقول كلام كويس كلام حسن. طيب إذا كان المرأة اللي هي زغرت دي امرأة معروف بها إنها امرأة سيئة، فدي امرأة تدس الإشاعات أو تفشي الإيه الفتنة في هذا المكان، خلاص. طيب إحنا لو واحدة مثلا شافت ان هي عايزه تزغرط بس مش قادره، فدي برضو لها اوجه. طبعا اولا اذا كان مش قادره تزغرط وعايزه تزغرط وهي انسانه كويسه يشهد لها بالصلاح، فدي بتشير على انها طبعا عايزه تهنئ او تبارك لاهل الناس او الناس الموجوده في الرؤيه او اللي يشير على الرؤيه يعني، ولكن شيء ما يمنعها ان هي تتكلم، اما احراج او كسوف او كان بينهم خلاف قبل كده وكبريائها يمنعها ان هي تبارك. هي رايحه مثلا المناسبه دي يعني ايه كده مثلا عشان حدش يلومها يعني، ولكن هي مش قادره تقول حاجه، هي مش راضيه عن نفسها. طيب لو المراه دي سيئه وعايزه تزغرط، شافت في الرؤيه ان هي ايه عايزه تزغرط خلاص ومش قادره، فدي امراه سيئه كانت تريد أن تفشي الإشاعات والفتنة في هذا المكان، ولكن شيء ما يمنعها، إما الظروف تمنعها أو ما حدش يديها فرصة أن هي تفتح المجال ده. طيب واحدة بتزغرط خلاص وهي أصلا معتادة الزغاريد في حياتها، يعني فليقظة دايما بتزغرط، فده يعتبر خبر سار أو مناسبة كويسة أو في حياة بشارة جاية ليها أو للناس اللي كانوا معاها، هي البشر. طيب لو واحد سمع زغاريد من واحده والواحده دي كويسه مشهود لها بحسن الاخلاق وان هي انسانه كويسه ملتزمه، وسمع الزغاريد بتاعتها، فده دليل على انه الشخص ده اللي سمع ده هيسمع اخبار حسنه او خبر يفرحه. طيب لو الزغاريد دي سمعها من امراه مثلا مشهود لها بسوء الاخلاق، فهو هيعمل ايه؟ هيسمع اخبار سيئه او هيسمع كلام باطل بس ليس له اصل، يعني نوع من الاشاعات او الفتنه،
خلاص. فدي بعض التوضيحات علشان الناس تاخد بالها. بس انا بعرف الناس بس التشكيله يعني الاوضاع المختلفه بين الحسن والسيء، ان الرؤيه اي رؤيه فيها كده وفيها كده، وبديها ادله كده وبديها ادله كده من الرؤيات، علشان اللي يقوم من النوم ما يقومش مفزوع، واللي يقوم من النوم برده ما يقومش ايه فرحان قوي فاكر ان هو يعني خلاص ده خبر. لا بس اعرف اعرف لا انت تزعل ولا اعرف ان الرؤيه دي نوعها ايه، وضعها ايه، تفسيرها ايه، اصولها ايه، خلاص. ولكن هذه الرؤى عاده للنساء دايما مبشره قليل ان تكون سيئه، زي رؤيا الرقص خلاص زي ما قلنا قبل كده، اللي دايما برضو تشير للافضليه اكتر من الايه السيء، في حين ان في اغلب الناس يعني بيخافوا يقوم خايفين زغر خلاص خايف خلاص. فدي طبعا بعض التوضيحات ليكم، وارجو يكون ان الامر يكون مفهوم. وبرضو اللي عاوز يستفسر عن اي حاجه يكتب اسفل الفيديو وانا هرد عليه ان شاء الله. ومعذره برضو الناس ما تزعلش ان انا باخر عليهم في الرد، حاسس ان برضو ردود كتيره وانا عندي ضغوط في العمل، وبرضو عندي التزامات في طلب العلم، لان الموضوع مش كده وخلاص، برضو في عندي برنامج عبادي يومي ليا وعندي اعمال وعندي ضغوط. فانا باخد التفسير لما بمسك افتح على النت، ببدا بالقناه ان شاء الله، ببدا بالقناه ارد على الناس اللي هم كاتبين على القناه الاول، وبعد كده اللي هو كتب على الصفحه بنزل المرحله الثانيه بخلص انزل الصفحه، وبعد كده ببدا ابص على الخاص اخر مرحله، لان الاهم طبعا القناه اهم حاجه، رؤيه القناه عندي اهم، هي اللي هي عليها ردود. ولكن الكل ان شاء الله على حسب سعه الوقت انا هرد على الناس كلها باذن الله تعالى، ومحدش يقلق. وانا لو اخرت فاعرف برضو انا هرد عليك او عليكي خلاص، مش عايز حد يزعل او يقلق او اتاخرت عليه، معلش يعني عذرا انتوا اعذروني، وانا ان شاء الله هرد عليكم. ما كانش في وقته هيبقى بعديها، بس برضو ان شاء الله هرد عليكم. وبرضو اشكركم على حسن المشاهده وحسن الاستماع، وارجو من حضراتكم تفعيل والاشتراك، تفعيل الجرس والاشتراك وتدعيم القناه والمشاهده، عشان العلم يوصل للناس. الناس مش عارفه، ناس كده مش عارفه، وللاسف في ناس تانية بتخوض في هذا العلم دون علم، فدي مشكله. فانا الهدف الاصل عندي ان الناس تفهم الصح فين خلاص، وبعد كده اعرف الحق تعرف اهله خلاص. انت لو عرفت الحق فين هتعرف اهله فين، اصحاب الحق فين. فارجو من حضراتكم الاشتراك، تفعيل الجرس والمشاهده، شاهدوا الفيديوهات كلها من الاول للاخر، ان شاء الله فيها افاده. واللي عاوز اي استفسار او اي حاجه يكتب وانا هرد عليه. ومعاذره حدي برضو اخيرا، معذرة على تأخيري على الرد، وده حاجة غصب عني، معذرة يعني. وأشكركم على حسن المشاهدة وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.